العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال سيدنا أبو القاسم القشيري رحمه الله: ومنهم ممشاد الدينوري من كبار مشايخهم، مات سنة 99 و200. يعني هذا الإمام كان في زمن الجنيد، وكان بينه وبين الإمام الجنيد مكاتبات ومخاطبات ومراسلات. وحينما يقول القشيري من كبار مشايخهم، أي من كبار مشايخ الطبقة العالية من أولياء الله الصالحين. قال ممشاد، بعض الكتب تذكره بالذال ممشاذ، وبعضه ممشاد لقبه هذا. قال: أدب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج من الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه. الذي يريد أن يسأل عن تربية السلوك والمريد وما هي آداب المريد وماذا يفعل، يقرأ كلام هؤلاء الأكابر الذين وضحوا له كل شيء. قال: التزام حرمات المشايخ، الذي يريد يصحب المشايخ يصحبهم بالأدب، معنى حرماتهم التزام حرماتهم يعني يصحبهم بالأدب. وخدمة الإخوان، يكون خادم لإخوانه وجاء يطلب السلوك ويطلب التربية ويطلب الطريقة، ما يجي متكبرا، ما يجي يقول أنا فلان أنا كذا، ويأتي فقير وخادم لإخوانه. والخروج عن الأسباب، عندما جاء ويريد السلوك خلص يتوكل على الله. الخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه، إذا خلى بنفسه يحفظ حق الله، يحفظ حق الله في نفسه، في سواء في الخلوة أو مع الناس. قال ممشاد: ما دخلت قط على أحد من شيوخي إلا وأنا خال من جميع مالي. إيش عندي تركت ورائي، إن كان علم تركت العلم، إن كان مال تركت المال، إن كان نسب تركت النسب، إن كان عز تركت العز. أنا جيت إلى شيخي ما معي شيء، جئت فقير مفتقر ما معي شيء، كل شيء معي خليته ورائي. ما دخلت قط على أحد من شيوخي إلا وأنا خال من جميع مالي، أنتظر بركات ما يرد علي من رؤيته وكلامه. أنتظر بركات شيخي، فإن من دخل على شيخ بحظه يعني بنفسه انقطع عن بركات رؤيته ومجالسته وكلامه. انظروا في تاريخ السلوك، ستجدون أن بعض الناس انقطع عن بركة المشايخ بسبب لما جاء قال: الشيخ ما احترمني، الشيخ ما قدرني، الشيخ ما أجلسني في مجلس يليق بي، الشيخ جاء وحظه معه. ما ينفع، أنت إما جئت طالب إما مطلوب، فإذا أنت مطلوب اجلس في مكانك حتى الناس تأتي إليك، وإذا أنت طالب اترك ما عندك وتعال واطلب بصدق. ولذلك ورد عن سيدنا أبو الحسن الشاذلي قال: نحن لا نقول للعالم اترك علمك وتعال، ولا نقول للصانع اترك صنعتك وتعال، ولا نقول للتاجر اترك تجارتك وتعال، ولكن نقول خلي نفسك وتعال، بس اترك نفسك وتعال، الباقي ما عليك، نحن نربيك نحن نهذبك. سبحان الله. عرفت كثيرا ممن انقطع عن مشايخهم ومشايخ فاضل كبار كمل بسبب نفسه. نعم. قال رضي الله عنه: صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد. وفعلا المدار كله على الصحبة. تسألني ما هو ديني، من أنا، ما هويتي، أقول لك
شوف من أصحاب عنواني هم أصحابي، صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد. وانظروا إلى كل فساد دخل علينا في حياتنا، كل فساد خلق، أي واحد منا ينظر إلى أي فساد دخل عليه في حياته، انظر تجد وراءه صاحب سوء. ما من رجل تعلم النظر إلى النساء إلا وصاحب سوء علمه، ما من إنسان تعلم أن يعصي الله في خلوته إلا وتفتش وراءه صاحب سوء علمه. لأن الأصل أن الله يخلقنا على فطرة طاهرة، يخلقنا طاهرين، براءة الأطفال هذه تبقى معنا حتى البلوغ، في هذا الوقت إما قبل البلوغ أو وقت البلوغ أو بعد البلوغ يأتي أصحاب السوء فيضعون في آذاننا ويفتحون عيوننا على شيء قبيح حرام، ونتيجة ذلك أننا نتعلم السوء من أهل السوء. فقانون هذا، صحبة أهل السوء تورث في القلب السوء، صحبة أهل الفساد تورث في القلب الفساد. قال: أحسن الناس حالا من أسقط عن نفسه رؤية الخلق. أحسن الناس الذي يعمل لله، ما يعمل للناس، إذا يريد يتكلم ما يتكلم ماذا سيقول الناس عنه، إذا يريد يتصرف ما يتصرف ماذا يتصرف والناس ماذا، بالمعروف ها بالخير. أحسن الناس حالا مع الله من أسقط عن نفسه رؤية الخلق ورعى سره في الخلوات. دما وحده دائما الإنسان إيمانه ضعيف لما يكون وحده، لأن الشيطان يستغل وحدته هذه فيهجم عليه، وما عنده حياء من أحد قريب منه، إذن يتجرأ على المعصية. لكن إذا تربى الإنسان على أن يتقي الله في خلوته ضعفت نفسه الأمارة بالسوء، وضعف الشيطان الرجيم، وقوي إيمانه، وانتصر على شهوته، وصار مؤمنا قويا. إذن قال: من أسقط عن نفسه رؤية الخلق ورعى سره في الخلوات واعتمد على الله في جميع أموره، يتوكل على الله، ما يخاف، ما يخاف إذا الرزق انقطع، ما يخاف سيموت من الجوع، ماذا يفعل إذا هجم العدو عليه، ما يخاف، يعلم أن روحه ما يقبضها إلا الله، لذلك يجاهد ويقاتل ويمضي إلى آخر نفس، ما يبالي، إن عاش عاش عزيزا وإن مات مات شهيدا، ما يخاف، إيمانه قوي، تهجم عليه الأسباب، أسباب الشر، تهجم عليه الفتن، تشوف عنده ثبات، ما عنده تراجع، فما وهنوا لما أصابهم، بس وين؟ في سبيل الله، في طريق الله تجدهم هكذا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. قال: طريق الحق بعيد والصبر مع الحق شديد. وهذا دائما سمعتم أن الطريق، أننا روينا لكم ما قاله شيخنا رضي الله عنه وقدس الله سره حضرة الشيخ حينما يقول: لا تظنون أن طريق الجنة مفروش بالورود، طريق الجنة مليء بالأشواك، ولذلك صحبة الصالحين أمر واجب مو سنة، لأن هذا الطريق صعب وشديد وطويل وبعيد، لا يمكن تنجزه وحدك، تحتاج إلى رفيق، ولي صالح، مرشد هادي، يأخذ بيدك أخذ الأب بيد ابنه الصغير، ويعتني بك عناية الأم بطفلها حتى يوصلك إلى مستقر الأمان. ومن أجل هذا بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين
لأننا ما نقدر بأنفسنا أن نصل إلى طريق الجنة، احتجنا إلى من يهدينا. والأنبياء أنفسهم احتاجوا إلى أنفسهم، هكذا أخبر الله، لا يوجد استغناء عن الصحبة. أولئك الذين هدى الله، أولئك إشارة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لا يستغني أحد في طريق الله عن أن يصحب هاديا مهديا مهما كانت درجته ومنزلته ورتبته. وكل من استغنى ظهرا نقص عليه ظاهرا في الحياة الدنيا قبل الآخرة، كل من استغنى. ومما يؤسف له أن بعض من ينتسب إلى أهل التصوف اعتقادا وإيمانا ليس سلوكا وذوقا، يقول يكفي أن تقرأ إحياء علوم الدين، يكفي أن تصلي على النبي، يكفيك، ما يحتاج أن تصحب الصالحين أو أن تتخذ لك مرشدا أو مربيا. وهذه بدعة ما قال بها أحد في تاريخ أهل التصوف إلا في زماننا هذا الذي جمع علينا المتناقضات والعجائب. وكل أهل التصوف ممن وصلوا إلى رضاء الله ونالوا رتبة الولاية تجد سيرهم أنهم صحبوا وتربوا. هذه أمامكم الرسالة القشيرية: ما من كبير من أكابر سلف هذه الأمة إلا وقدم له الإمام أبي القاسم القشيري أنه ممن صحب فلان وممن أخذ عن فلان. قانون أن يأتي اليوم بعض الناس ويروج إلى عدم الصحبة والاكتفاء بكتب التصوف، فهذه بدعة، ووراء هذه البدعة أصحابها ممن يكون عليهم دائرة سوء الظن، وكأنه هو يتكبر عن أن يتخذ له مربيا، يستنكف. ولذلك تشوف يروج لمقالة عدم اتخاذ المرشد حتى يجعل نفسه في سلام وأمان ويبقى تحت هوى نفسه والشيطان. قال: جماع المعرفة صدق الافتقار إلى الله تعالى. المعرفة، كل المعرفة هو بأن نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله. قال: لو جمعت حكمة الأولين والآخرين، أو لو جمعت حكمة الأولين والآخرين وادعيت أحوال السادة من الأولياء فلن تصل إلى درجات العارفين حتى يسكن سرك إلى الله تعالى وتثق به فيما ضمن لك. إيمان بالغيب، ما في خوف من بكرة. قال: للعارف مرآة إذا نظر فيها تجلى له مولاه. هذا العارف بالله ما يرى إلا الله سبحانه وتعالى، يعيش مع الله سبحانه وتعالى، يقوم، يقعد، يتكلم، يجلس، يذهب، يرجع، هو مع الله سبحانه وتعالى، ما عنده شيء إلا الله سبحانه وتعالى. حينما يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقولونها العارفون بالتحقق، لا إله إلا الله، ما يعبد إلا الله، يرى حق الله عليه في كل شيء، يعيش مع الله. سبحان الله، كن مع الله يكن الله معك. قال: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك، وما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. كلام عظيم، كلام عجيب، يعني وهذا كأننا نقع فيه كلنا، يعني يا الله، الله يعطي، يبر عباده، يستجيب دعائهم، وعباده ما يطيعونه ويغفلون عن الله، والله ما ينساهم. ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. ولذلك كان بعض العارفين
يقول أني ما أنسى الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون فكيف أنساك يا من لست تنساني. وسمعت شيوخي رضي الله عنهم يقولون بهذا الكلام، ما ننسى الله لحظة ولا طرفة عين. عجيب، كيف هذا؟ نحن نذكر الله قليل، هم ما ينسون الله أصلا. أوفياء لأنهم أبرار، أهل بر، وهذا أحد أسباب تسمية الأبرار، أنهم أبرار مع الله سبحانه وتعالى. بر مو عقوق، بر. قال: فراغ القلب في التخلي مما تمسك به أهل الدنيا من فضول دنياهم. ما يفرغ قلبك لله إذا ما يفرغ من الدنيا بمختلف أشكالها. لا يحرمون عليك أن تكون الدنيا، لكن في يدك لا في قلبك، قلبك لله وما يوصل إلى الله من أحباب الله ومن أحباب الأنبياء ومن أحباب الأولياء وهكذا. سئل عن التوكل، قال: التوكل حسم الطمع عن كل ما يميل إليه قلبك ونفسك. اقطع نفسك عن كل شيء إلا الله. قال: ما أنكر على ولي من أولياء الله تعالى، ما أنكر أحد على ولي من أولياء الله، إلا كانت أدنى عقوبته أن لا يعطيه الله تعالى ما أعطاه لوليه. من شؤم الإنكار على الأولياء والصالحين أن أضعف الإيمان أنه يحرم من الولاية، يخرج من ديوان الله ولو يعبد ليل نهار بسبب غيرة الله على أوليائه. ليش تتعدى على أوليائي؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أتعجب على بعض من تزي بزي أهل العلم ولبس لباس أهل العلم وتكلم بلسان أهل العلم وألف وكتب ونشر ودون، ولكن لا يتورع عن الطعن بأولياء الله الصالحين، ويجعل مقالة ليل نهار، قال وقال قال وقال، وكأن الدين كل الدين ما فيه شيء إلا الطعن بهؤلاء الأولياء. يعني واضح واضح، هذه يعني يا لطيف نخشى أن تكون هذه علامات سوء الخاتمة، وإلا ما لك ولهم، ما لك ولهم، أنت ما تصل إلى نوافل كانوا يؤدونها، ما تصل إلى عشر معشار أذكار ما كانوا عليه، ما تصل إلى خطوة من خطواتهم في طريقهم إلى الله، وأنت الغافل، وأنت يعني أن لك هذا. بس يا لطيف، هذا هو البلاء الأسود، أن يبتلى الإنسان بأولياء الله وأن تكون وقيعة في أولياء الله. اللهم الطفنا واحفظنا يا رب. قال: رأيت في بعض أسفاري شيخا توسمت فيه الخير، يعني تفرست فيه أنه من الصالحين من الأولياء، فقلت: يا سيدي كلمة تزودني بها، أطلب نصيحة. فقال: همتك فاحفظها، الهمة فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، ومن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال. قالوا: الهمم تزيل الجبال. قالوا: همم الرجال تزيل الجبال. معناها الهمة هي قال بعض أهل اللغة: الهمة أصلها من الهم، بسبب أن صاحبها من البداية يهتم، يفكر، يهتم، يحمل هم، كيف سأعمل هذا، كيف سأعمل قالوا: الهمة أصلها بدايتها الهم ونهايتها الهمة، أي العلو في طلب الأمور. نحن في هذا الزمان وبيننا وبين الإمام الطبري قرابة 10 سرير الطبري. توفي 310
بداية القرن الرابع، يعني لما أراد أن يكتب تفسيره، هذا تفسير الطبري اللي الآن عندنا مطبوع من 30 جزء، وكان وضع خطة لكتابته، 40 سنة كتب التفسير، في كل يوم يكتب 40 ورقة. عندما أكمل تفسيره قال لأصحابه، يعني يملي عليهم التفسير، هم يعرفون همته واجتهاده، قالوا كم يعني التفسير هذا الذي تريد تمليه علينا، كم ورقة؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار، نموت ما نكتبه. ثم اختصره إلى 3,000 ورقة وأملاه على بعض أصحابه، ثم سألهم أن يكتب التاريخ من زمن سيدنا آدم إلى زمانهم، وسألوه عن نفس القدر فقال نفس الكلام، يعني بعشرات الآلاف. وأيضا قال لقد تقاصرت الهمم، ذهب الزمان، زمان أهل الهمة راح. ويتكلم في القرون الأولى الثلاثة، يعتبر نفسه خلاص ذهبت الهمة وذهب زمانها. الآن نحن في القرن 15 الهجري، 15 الهجري. سبحان الله. لذلك قالوا همم الرجال تزيل الجبال. قال خرج ممشاث من باب الدار يوما، يوم بيته خرج فكان كلب أمامه، نبح هذا الكلب، صح عليه، فنبح عليه كلب، فقال ممشاث لا إله إلا الله، فمات الكلب مكانه. لا يتجرأ أحد على أن يتعدي على أولياء الله حتى لو كان حيوان. هذا الولي إذا غضب أو تحرك قلبه جاءت غيرة الله مباشرة. الكلب نبح عليه، قال لا إله إلا الله، مات الكلب. الله يغار على أوليائه. ما كان يحب الإنشاد كثيرا، يعتبر مشغول بربه، ما يريد يسمع شيء يشغله. ولذلك مر بجماعة منشدين فلما شافوا سكتوا، يعرفون طبيعته، صاحب خلوة، حتى وصفوه بأنه أحد فتيان الجبال، هكذا قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وصفه من فتيان الجبال لأنه يعيش بعيد في الخلوات، فيعرفون أنه حال حال خلوة. ما فسكتوا، فقال لهم ما لكم سكتتم، ارجعوا إلى ما كنتم فيه، انشدوا، فلو جمعت ملاهي الدنيا في أذني ما شغلت همي ولا شفت بعض ما بي، أنا مشغول، كما قال ذلك الولي، أنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة، أنا مشغول، والمشغول لا يشغل، هكذا قال أهل الفقه. قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت يا رسول الله هل تنكر من السماع شيئا الإنشاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنكره، ولكن قل لهم يفتتحون فيه بقراءة القرآن قبل الإنشاد، خلي يفتتحون بالقرآن. فقلت يا رسول الله إنهم يؤذونني، فقال احتملهم يا أبا علي، هم أصحابك. فكان ممشاد يفتخر بهذه الرؤية ويقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفتخر في هذه الرؤية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له يا ممشاد، قال يا أبا علي. والكنية عند العرب احترام، الكنية تحبب، الكنية تقدير، الكنية فيها زيادة توقير ومحبة وقرب. فقال احتملهم يا أبا علي، هم أصحابك. الله الله. دخل عليه جماعة في مرض موته فقالوا له ما فعل الله بك وما صنع على فراش الموت؟ فقال ممشاد منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي. هم يقولون الآن ما هو حالك،
انه يسالون انت في لحظات الموت، واجابهم اختصر لهم الطريق. تريدون تسالون الله عرض علي الجنه؟ تريدون تسالون يعني رايت الملائكه والجنه مفتوحه بابه اريد ادخلها؟ اختصر لهم الكلام، ما اجيبكم عن هذا، انا من 30 سنه ابواب الجنه مفتوحه امامي وانا ما انظر اليها. نظري الى رب الجنه، نظري الى الله، يريدون وجهه، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قالوا له عند النزع كيف تجد قلبك؟ قال منذ 30 سنة فقدت قلبي. قلبي ليس عندي، عند صاحبه. اللهم أنت الصاحب في السفر عند الله. اللهم انفعنا بهم وببركاتهم، وارزقنا يا ربي بركاتهم وأمدادهم وأنوارهم، واجزهم عنا خير الجزاء. اغفر اللهم لنا ولمن علمنا ولو فضل حق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.